السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين ومرحب فيكم، وحياكم الله كذلك أعزائي المتابعين الدائمين المميزين ويعطيكم العافية. ونعود اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة للعبة الفارمينج سيموليتر 22 علشان نواصل معاكم مشوارنا في هذا الماب الجديد اللي صراحة طلعنا عنه أو سجلنا منه حلقتين وعرضناها لكم، يعني لقيت انكم حقيقة عجبكم واستحسنتوه. راح نواصل مشوارنا مثل ما احنا نقول، راح مثل ما احنا عارفين عندنا حقل دوار الشمس، حقل كبير، حقل عملاق موجود في هذا الماب، وكذلك عندنا حقل ثاني خاص بالعنب، وكلهم ان شاء الله راح نحصدهم وكلهم راح نستفيد من المبالغ. مثل ما انتم عارفين في خاصية جميلة في هذه اللعبة بأنك تقدر تشتري الحقول الجاهزة مزروعة وجاهزة وجاهزة للحصاد وتحصد، وتستطيع انك تبيع هذه الحقول وتستفيد من الأموال. وهذا احنا الآن فعلا قاعدين نعمل هذا العمل علشان يزيد عندنا الدخل، وهذا احنا نبتدي، وانتم كذلك ابتدوا معانا باللايك وابتدوا معنا بالاشتراك، وحياكم الله جميعا. يسعدني تواجدكم دائما معنا داعمين، ونقول لا تبخلون علينا بالاشتراك، لأن الاشتراك فعلا دخل مرحلة حاسمة في وضع القناة حاليا، نحتاج إلى الاشتراك. فأتمنى أنكم تنتبهون لهذا الشيء ولا تبخلون علينا فيه، وانتوا دائما كرماء معانا. طيب خلونا ننزل الان جميع المنتج. اوكي خلاص تم انزال المنتج، والله راح احاول الحق فيها، الحق بالحاصدة علشان نستفيد. الحقل هذا كبير مرة، ومتوقع انه راح ياخذ وقت طويل للحصاد، لكن ما عندنا مشكلة يعني في موضوع الوقت، راح نكمل حصاد وإن شاء الله نستفيد من الأموال. مثل ما شفتوا احنا بعنا أول دفعة من الحصاد هذا اللي هو حصاد دوار الشمس، وبنستمر على هذا الشيء. وعندنا حقل العنب، ومثل ما شفتوا ما أخذت أي قروض مالية، على ما أنا عليه ما أخذت أي قروض مالية، راح أرجعها هناك علشان تبتدي مع الحاصدة. الحقل كبير كبير كبير، وفيه أموال كثيرة راح تجينا إن شاء الله. طبعا استغليت 1,500,000 اللي نبتدي فيها، استغليتها بشراء الحقول، شراء هذا الحقل وشراء حقل العنب، وراح أحصدهم، وبعدها راح نشوف الدخل الزايد اكيد راح نستفيد منه ان شاء الله. ودي اذكر بس ان في بعض الاخوان المتابعين اصدقائنا الاعزاء الكرام كذا مره ذكروا لي ليش ما نلعب اونلاين، ليه ما يكون فيه اونلاين وفي سيرفر او في سيرفر هذه اللعبه الجميله، يكون في مشاركات. والله شوفوا انا بالنسبه لي جربت السيرفرات وجربت الاونلاين، السيرفرات لما اخذته ما عجبني من ناحيه الاوبشن المطروحه، ما تقدر تدخل معاك احد بسهوله ولا تقدر تتخاطب، يعني هم مصعبين الامر، او ما زال يعني كان يحتاج الى يكون في تقنيات افضل من هذه. كذلك الحركة جدا صعبة في الأونلاين، فحبيت أني ما أتعب حالي بصراحة في الموضوع، لأنه بيشغلني وبيشغل أصدقائنا. وفعلا سبق جربنا الكلام هذا مع أحد أصدقائنا الكرام ممكن يسمعني الآن، وكانت تجربة صعبة. فراح نطور شوي شوي معاكم، وراح نعيش التجربة الجميلة هذه،
نشوف. طبعا الماب هذا للي شاهدونا اول مرة ما شافوا الحلقة الاولى والثانية، الماب هذا من المودات، وشرحنا في الحلقتين الماضية كيف ندخل على تنزيل هذا الماب او اضافته لنا، اضافته لأي واحد يحب انه يضيفه للمابات المتاحة اللي راح يقدر يلعب. اتمنى ان شاء الله الجميع يستفيد ويستمتع معانا بمشاهدة جميلة للعبة الفارمينج سيموليتر 22. الكمية مجزية وكمية كبيرة وفي سعر عالي عند التاجر، ما كنت متوقع ولا متخيل في فرق في السعر. حاولوا تدخلون على الأسعار علشان ما يعني تبيع بسعر رخيص. طبعا المكان، مكان البيع هذا، نقطة البيع اللي فيها سعر عالي مكانها بعيد بصراحة، لكن ما في مشكلة. المتجر فوق التلة هذه أو بعد التلة هذه، وفعلا الصعود راح يكون صعب، لكن وش نسوي، ما في مشكلة. ماب جميل، ماب جدا جميل وحلو ومناظرة طبيعية، وأحس إنه ماب ريفي. أول ما ابتديته والله ما عجبني، قلت ما هو حلو، لكن شوف 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 الطلوع، شوف الطلوع، يلا روح روح روح، والله وقف، لا توقف، تكفى الله عافيك لا توقف. نحتاج تراكتور أقوى من هذا، هذا 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 التراكتور الكبير. شوف كيف وقف، خلاص وصلنا، بس يطلع الطلعة هذه خلاص. أوكي نزل الكمية، يعطي سعر كويس جدا، ممتاز السعر اللي يعطيه، 35,651. وراح اخذ عربة العنب علشان احمل العنب. والله عربة كويسة يعني حجمها كبير. للي شاهدونا الآن، المعدات اللي انتو شفتوها الآن هذه كلها معدات شرينا او دخلنا الماب وحصلناها ملكنا، حتى ما يقول واحد من وين جبت المعدات، هذه المعدات اول ما دخلنا الماب حصلناها موجودة ملك. طبعا هذه عرض، هذه المابات كلها عروض وكلها اشياء جمالية، يعني اشياء جميلة بصراحة. الله النزول. طبعا عربة مش عربة، الحاصدة او الحاصدة او القاطفة حقت العنب او الزيتون، ما فيهم بايب ينزل المنتج، لا هم ينزلونه من الخلف. على الله ان شاء الله نوقف عدل، على الله نوقفها كويس. ايوه اضغط الاي يقول، كويس الان راح نجي لللاين اللي وقفنا عنده، اللي ما قدرت طبعا مثل ما احنا عارفين ان المعدة هذه او الحاصدة، حاصدة العنب هذه ماخذين، اخذتها اجار تقريبا، يعني كان المبلغ جدا مناسب. راح اشوف حاصداتنا هذه،
بعد ما شفت الكالندر الزراعي حصلت بأن العنب فقط يعني القطف حقه ينتهي مع نهاية أكتوبر، وإحنا الآن الساعة تقريبا الساعة 3 مساء، و فحاولت أني الآن أخلص حقل العنب أفضل. أول شيء المعدة استئجار، وثاني شيء ما أبغى ينتهي اليوم وبعدها نخسر العنب، لأنه خلاص ما نقدر نحصد عنب، راح نتورط. فالأفضل نحصد العنب ونلحق على الذرة، لأن مش الذرة، دوار الشمس، لأن دوار الشمس في مجال نحصده في أكتوبر اللي احنا الآن الشهر اللي احنا فيه ونوفمبر، فما في مشكلة، الوضع أوكي. فالأفضل أني أخلص حقل العنب لأنه كبير ويمكن راح يدخل علي الليل وأنا أشتغل، فالأفضل أخلصه الآن وبلحق على حقل إن شاء الله، حقل دوار الشمس، وبنخلص إن شاء الله في وقته. شوف كيف الحجم كبير مرة، بيعطينا كمية كبيرة، وأتمنى يعني يكون العنب يستاهل، يعني قيمته تستحق وتستاهل. توقع الآن 6,000-8,000 تقريبا، 8,777 الكمية اللي موجودة في العربة. ما أدري العنب هل هو يعني يستحق أو ما يستحق، ما أدري والله. هو لو كان عصير راح يكون مستحق، لكن ما راح أشتري، خلاص امتلت. تقريبا العربة مليانة، خلاص مليانة، وراح أشوف لأن باقي شوي كمية بسيطة، خلاص 100% 12,000. خلنا نشوف سعر الجراب أو الجريب أو العنب، هذا سعر العنب يعني لا بأس فيه، في 1,300. يا سلام يا سلام، نفسه التاجر اللي احنا ننزل عنده دوار الشمس. يا أخي جميل، هذا جدا جميل، يعطي أسعار جميلة الماب هذا، في تاجر مجنون يدفع. لا لازم نروح هناك، أتوقع الطريق هناك. هذه أول دفعة من منتج العنب راح نبيعها، يعني تخيلون كم راح تطلع، 13,000، وممكن 16 17 16 17، ممكن أنا أقول كذا، يعني ما هو كثير والله، يعني قيمة أجار الحاصدة إن شاء الله نجيبها من أول دفعة، وباقي لنا لسه كمية يعني لا بأس فيها. هو تعب، لكن يلا تعب جميل، اللعبة مركبة على أنه لازم نتعب. إن شاء الله هو هذا، إن شاء الله أو الثاني، نشوف الثاني يعني ورطة كذا يعني. أيوة هذا هو،
فعلا هذا هو. خلنا نحصل على مبلغ جيد. والله تاجر تاجر ممتاز هذا. مثل ما قلت 16,769 مبلغ جيد. راح أكمل باقي الحقل إن شاء الله، ونشوف بعدين عندنا الحقل الثاني نكمله، ونعود لكم مرة ثانية وراح نستعرض معاكم الأسعار عن طريق البنك حقنا، ونتعرف على وش المكاسب اللي حصلنا عليه. يلا قبل نهاية اليوم إن شاء الله راح نخلص. خلاص باقي لنا تو لاين فقط من حصاد العنب. والله شيء اشتغلنا شغل، طبعا اشتغلت شغل جامد علشان نكسب من وراء هذا الحقل. ان شاء الله المكسب كويس. راح اشوف وياكم بعد ما اخلص. الان عندي تو لاين باقي من العنب فقط، هذا فقط نخلصه، وبعدها راح نشوف الحسابات كيف تصير. دوار الشمس خلصت الحقل حقه وانتهيت، فباقينا الان التو لاين هذه وننتهي من عندها، وراح نتحاسب وراح نشوف المليون ونص اللي كانت موجودة عندنا كيف استثمرناها، كيف دخلنا، كم دخلنا عليها. شريت يعني انا شريت بيوت محمية، وشريت عربة، الان عربة نقل حبوب، لكن كانت جدا رخيصة جدا مناسبة. والله استغربت يعني بالقيمة هذه الحلوة. طبعا ما تشيل كثير، لكن رحت وديتها التعديل ودفعت عليها مبلغ بسيط، وعدلوها خلوها بدل ما تشيل 6 خلوها تشيل 11,100. نكون ننتهي من حقل العنب هذا الكبير. كم لاين فيه؟ كثير، شوف كبير، لاينات كثيرة فيه. يمكن وديت عربيات 4 مرات، كانها ما هي هذه الخامسة، كل مرة 16,000 وشوي يعني يورو للمبيعات، يعني كل مرة أبيع عربة مثل هذيك ب 16,000 وشوي. وخلصنا، هذه آخر دفعة من العنب عندنا، وخلص رجعنا المعدة اللي هي الحاصدة، حاصدة العنب، وراح أوصل الحملة هذه كذلك 12,000 لتر من العنب. يمكن بتجيب لنا 16,000 تقريبا. راح نوصلها وراح نشوف ايش الوضع. طبعا جاء دخل علينا الليل الان، كويس ما في مشكلة انه دخل علينا الليل واحنا خالصين. اوكي راح ننزل نضغط الاي. خلاص الان هذا العنب ينزل. شوف الرصيد، عندنا الرصيد فوق، هذه 16,983 يورو للمبيع اللي هو الهارفست انكم، عندنا 855. اوكي الان نجي على بيع الحقول. طيب الان راح ننتقل الى شيء ثاني، والشيء ثاني خلاص انتهينا الان من الحقول، راح نبيع هذا البيع. عرفنا الرصيد حقنا كم؟ 83 تقريبا، 855,000 رصيدنا. اوكي 855,000 الرصيد. الان راح نبيع الاراضي اللي شريناها. هذا الحقول، هذا هو الحقل، مع السلامة. خل السنة الجاية هم يزرعونه ويجهزونه. خلاص هذا حقل العنب الكبير، لسه باقي هنا حقل عنب بس ماني فاضي اشتغل. طيب هذا الحقل رقم 6 راح نبيعه ب 611,000. خلنا نشوف الآن، رجع رصيدنا الآن 1,728,000. شوف كيف الرصيد 1,728,000. لو حطينا أو بنينا أو شرينا بيوت محمية، أوكي شرينا بيوت محمية وشرينا بعض الأغراض، يعني بعض شرينا معدات
تقريبا، وعندنا استئجار الحاصدة حقة العنب، وعندنا استئجار الهيد هارفست الخاص بدوار الشمس. صفالنا الآن 228,000 هذه أرباح كويس، شيء جميل. راح أسرع الوقت حتى نوصل مكاننا علشان نصبح غدا صباحا ونشوف إيش عندنا من أمور. طيب، وما دام إن أصبحنا الصباح الآن راح نروح لمزرعتنا، ويا أهلا وسهلا بالعودة الجامدة بعد الشغل الجامد. في لي معدات ودي راح أجيبها بعد، خلينا أشوف. هذا كان مكانه هنا، نرتب شغلنا شوي ما نكون مبهذلين. خلاص ما عندنا عنب، والله في موجود لكن أنا لا ما أتوقع الآن، ما أتوقع في عنب. خلني أروح أشوف البيوت المحمية. يبدو أن هناك. طبعا راح أشوف وياكم الآن البوش، ممكن الكثير من عندكم ما يدري عن البوش، وللأسف خلص الماء وتوقف الإنتاج. خلاص نشوف البوش الآن للفراولة، هذه أفضل طريقة للبيع. أوكي ممتاز، في بعض البيوت المحمية خلص الماء عليهم للأسف. راح أجيب خزان الماء ونعبي. شوف بعنا الفراولة ب2241 كويس. راح نشتغل شوي على البيوت المحمية، عندنا أكيد راح يكون في حقول الآن أبحث عنهم واشتريهم، لكن اليوم علشان الحلقة تنتهي راح أشوف. طبعا وكلنا يعرف أن شهر 11 عادة يكون نهاية الحصاد، يعني نهاية حصاد الحقول، وبعدها راح يدخل علينا شهر 12 يعني خلاص. نعطيه شوي ماء كذا، متعب الشغلة يعني، المفروض نفول. أتوقع الحقل هذا خرب. ريدي تو هارفست، وش انه سويا بيس. اوكي راح نجيب الحاصدة طالما ان عندنا حصاد. نوقف هنا تقريبا، يمكن هنا افضل مكان. راح اشوف. عندنا الحاصدة، نعم عندنا الحصاد اللي قلنا عنه. يمكن راح احط لي بيت هنا تقريبا او خيمة. ايوه والله ما ادري، انا وحظي يعني، مكتوب ready for harvest اللي هو ذا الصويا. الان يبين اذا كان يقدر يحصد ولا لا. بشوف هل يقدر ولا لا. مثل ما انتم شايفين الان الحاصدة يعني شغالة، وهذا الحقل يعتبر صغير يعني ما هو بحقل كبير. ويلا، واتمنى انكم دائما سعيدين معاي في القناة لأنقل لكم أحداث لعبة الفارمينج سوميليتر 22. خلاص على نهاية اليوم راح أنزل أشوف أول شيء البيوت المحمية وش فيها من شغل، وش فيها من إنتاج. هذا لسه توه، هذا أنتج كويس ممتاز، وهذا أنتج، لكن هذا إيش؟ هذا فراولة.
طيب ممتاز، هنا عندنا طماطم تقريبا وفراولة، وهنا لاتس اللي هو ملفوف، وهنا ملفوف كذلك. يعني نجيب التراكتور، وهنا عندنا الفراولة، تراها تنتج بشكل جنوني، تنتج بشكل رهيب، سريع سريع. نحتاج للتراكتور أكيد. خلاص الحقل هذا ما راح نزرعه، خلاص خلصنا الصويا، أو التراكتور راح يخلص الصويا لنا وينتهي منها. لا أروح له من هناك، أبغى أشوف هل يحمل لنا مخلوط، يعني يشيل كل النوعيات في دفعة واحدة ولا لا. أتوقع أنا معاي لاتس، والله هنا المكان هذا صعب صعب مرة يحمل الآن. خلنا نروح نشوف الآن هذاك، ترى عندي من أول. خلنا نشوف يقدر يشيل مخلوط أو ما يشيل. ما أتوقع يشيل، ما يشيل، شوف ما يشيل، لازم يشيل من صنف واحد. يعني خلاص انتهينا الآن. وش نقول؟ طبعا العربة صعب، ألف فيها صعبة طويلة. خلصنا الآن، ومثل ما شفنا اليوم بصراحة أنا أعجبني الماب هذا. أول شيء ماب كبير، ماب جميل، ماب فيه جبال، فيه انخفاضات، فيه ارتفاعات، فيه بحيرات، فيه أنهار، ماب فيه حقول كبيرة عملاقة وحقول صغيرة. ماب أول ما تلعبه يعطيك معدات كثيرة بلاش، فعاجبني الماب، ما يتعب كثير. أتمنى من الجميع إن شاء الله يستفيد وتستمتعون معنا بمشاهدة هذه الحلقة الجميلة من Games Capture. لكم التحية والشكر على ما تولونا من اهتمام بجميع حلقاتنا اللي نطرحها على قناتنا عن هذه اللعبة الجميلة Farming Simulator 22. أتمنى دعمكم ما ينقطع، خاصة الاشتراك يا جماعة، الاشتراك الاشتراك، والله محتاجين الاشتراك. ولا تنسونا من لايك، وفي أمان الله أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة من هذه اللعبة، ومع السلامة.